احمد عز الدين اخ كبير وصديق وطبعا استاذ الاساتذه، استاذ حامد عز الدين لمن لا يعرف هو من نوعيه الصحفيين الذين اصبح لهم مدرسه، اصبح لهم تلاميذ ومريدين. هو صحافي يضيف دائما لكل الاماكن التي عمل بها في كبريات الصحف ووكالات الانباء والوكالات الاخباريه محليا وقريا وعالميا، حتى في مجلات اوروبيه باكثر من لغه، ناهيك عن ترجمته لكتب عالميه تتعدى يعني رقم ما شاء الله. استاذ حامد عز الدين الذي اعرفه وشهادتي مش مجروحه فيه ابدا، هو من يدعم دائما فكره الصحافي الذي يضيء له الحق طريق، وهو من اكثر الباحثين عن الحقيقه. استاذ حامد عز الدين يعني سطور عديده في صفحه مهمه من كتاب العمل في بلاط صاحبه الجلاله. دائما ما كان يلتقيني بايها الصحفي الرجل، ومن استاذ حامد عز الدين بيكون لها صدى غير عادي. تستمتع وأنت تجلس مع هذا الرجل المحمل بالعلم واللغة، فصيح اللسان، كثير يعني المواهب، ولكن في نفس الوقت البساطة تمشي على قدمين. يعني أستاذ حامد عز الدين عشان تتكلم عنه تحتاج لحلقات، مش مجرد تعبير في دقائق معدودات يعني، لكن في كل الأحوال حين يكون هناك كاتب صحافي بحجم الأستاذ حامد عز الدين يجب أن يسعد بني جيله أولا، وأيضا الأجيال التي تتبع هذا الجيل، لأنه بكل حق كان وسيظل نموذج يحتذى، وزي ما قلت لحضراتكم من القلائل الذين يمكن أن تطلق عليه مش بس مصطلح الأستاذية، لكنه أيضا صاحب مدرسة في الصحافة. ويكفي انه في عائلة الاهلي له عنوان مهم بعيدا عن الفلسفة.